المسلحات. صدقا هاي الأمسية هي جزء من سلسلة أمسيات اللي تنفذ وفعاليات تنفذ بالمدرسة على الجانب الثقافي والتثقيفي عند الطلاب. في من باب رؤيتنا بالمدرسة كل قضية بناء الشخصية، بناء الإنسان، ويطلع للمجتمع يفيد مجتمعه ويشتغل مجتمعه. احنا طلعا الأمسية اليوم هي أجت بتوقيت نهاية السنة اللي تعبر عن ثمار سنة كاملة، تعب سنة كاملة مع الطلاب، وهذا الإشي جدا بفضل طاقم اللغة العربية بالمدرسة وطاقم التربية الاجتماعية. بكل صراحة بقول احنا مجتمع العربي هسه بهاي الفترة بينزف بكل ما يتعلق بالعنف. فالأمسياتنا شكل وفعالياتنا شكل بتضع الضوء على الأمور الإيجابية، بتبين لك قديش احنا شعب خلاق، شعب مبدع، عندنا طاقات إيجابية لازم نبرزها، مش بس دائما نحكي عن الأمور اللي هي عنف. بالعكس هاي أكثر من أكبر الأدوات اللي ممكن نحارب فيها العنف ونبين إن احنا قديش احنا عندنا طاقات، وهي الطاقات لازم نستغلها ونستثمرها ونطورها. وهم فعلا هذول الطلاب كمان كم سنة رح يشوفهم هم رح يقودوا المجتمع، هم رح يمسكوا زمام الأمور. فنتمنى أن يكون في لنا تأثير إيجابي على الطلاب بفعاليات من هالشكل. الصدق الإمكانيات موجودة، بس الأهم شغل هي بلورة هاي الإمكانيات وصقلها واستغلالها بالشكل السليم بكل المدارس. المدارس تختلف من بعض لبعض بأولوياتها. احنا وضعنا أمامنا كمدرسة تسامح صقل شخصية الإنسان، بناء الإنسان واستثمار بالإنسان قدر الإمكان حتى يخرج للمجتمع ويكون إنسان مبدع ومفيد وقدر الإمكان قادر على التغيير للإيجابي والأفضل. قدرة على الحديث أمام الجمهوري، قدرة موجودة يعني عند البشر منذ آلاف السنين. كانت في روما القديمة كان يشجعوا الأولاد يكتسبوها، في اليونان كانت العرب برضو تشجع وتدرب أولادنا على القدرة على الخطابة. تعتبر أهم أداة في صندوق أدوات القيادة اليوم، أهم أداة في سوق العمل اليوم اللي بتتقدم لوظائف إدارية بحاجة لهذه المهارة. فنحن نعتبرها في أحد الإحصائيات اللي ظهر مؤخرا أنه هي من أفضل المهارات اللي ممكن الشخص يكتسبها حتى يعزز من قدراته على التأثير والتقدم في السلم المهنوي، وأيضا للي بده يعمل تغيير في المجتمع هي واحدة من أدوات التأثير اللي بتساعد على إجراء تغيير في المجتمعات. وكما قال ابن سينا هي واحدة من أهم الأدوات اللي كانت مع الأنبياء، يعني هي المهارة اللي كل نبي كان يتحلى فيها. طبعا هذا الاشي في السنوات الأخيرة نحن نرى يعني خلينا نقول زي المدارس عم بتنظم أمور عن هالشكل، عم بترتب، عم بتحس إنه الإشي عم بتاخذ بشكل جدي. كثير مدارس صارت تفهم إنه مش بس العلامات بكفيش الولد يكون شاطر بالمدرسة وعلاماته عالية، بحاجة إنه شخصيته برضه تكون قوية حتى يقدر ينافس في الحياة وينتزع حقوقه. يعني إحنا بنقول الحقوق تنتزع، فحتى تقدر تنتزع حقوقك إنك بدك قدرة على التعبير. فالمدارس فهمت هذا الإشي، فنحن نرى موجة لا بأس فيها، ولكن نطمح إنه كل مدارسنا تأخذ هذا الموضوع مش باي ذا وي، مش لا تاخذه كجزء جدي منها. واحنا الحمد لله من خلال يعني المعهد تبعي، انا عندي معهد نهضتنا، السنه قدنا حوالي 50 مجموعه في المدارس مع 1000 طالب اللي اكسبناهم هاي المهاره، وان شاء الله السنه الجايه مستمرون في هذا العمل يعني بنشر وباكساب ابنائنا هذه المهاره. نحن كمؤسسة تربوية نؤمن بأن اللغة العربية هي هويتنا وهي ثباتنا في هذه الأرض، وكما قال درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة. فاللغة العربية هي رسالة نحملها من خلال أبنائنا وطلابنا وأهالينا حتى نذوت فيهم قيم العروبة والأصالة، وخاصة في ظل الظروف التي نحن نعيش بها. فهذه الفعالية هي حصيلة تفكير بدأ من بداية السنة الدراسية ومن سنوات سابقة، نقوم من خلالها باكتشاف القدرات والمهارات لدى الطلاب في فن الإلقاء والخطاب بهدف تذويت قيمة اللغة العربية، وأيضا بهدف خلق جيل قيادي يحمل رسالة اللغة العربية، رسالة السلام والمحبة بين الناس.
في المرحلة الأخيرة كان عندنا 13 طالب، وهذا الطلاب كانوا هم عبارة عن مجموعة مخلصة من المجموعة الكبرى التي بدأت وفتح المجال أمام جميع الطلاب للالتحاق بهذه البطولة، وبالتالي انتهت البطولة بوصول 13 طالب إلى المرحلة النهائية وبمرافقة معلمة مختصة مدربة الشاعرة إسراء محميد، وأيضا بمرافقة طاقم اللغة العربية الذي عمل على تحديد القصائد التي يمكن للطلاب إلقائها وتدريبهم حتى يقوموا بإلقائها بأفضل صورة أمام الحضور وبحضور الأهالي وضيوف الشرف. بالسنة اللي قبلها رحت وشفت يعني رحت وحضرت الأمسي وبكت كتير حلو وأنا عجبني وحبيت أشارك. ليش؟ لأنه حبيت أنه الإشي قدام الكل وبكوي الشخصية وتبقى شخصية الإنسان كتير قوية، ويعني أنه أولها بتشعر بخوف لما تشوف الجمهور، بس لما توقف قدامهم كله بروح، بخليك شخصيتك قوية، كل شي بتنسى، الخوف، التوتر، القلق، كل شي بتنسى، بتصير شخصيتك قوية. مين شجعك أو دعمك؟ أمي، وأمي يعني كتير شجعتني ويعني ساعدتني أحفظها وظلت ورقة أني حفظتها، وتدربت كتير عشان أبكى بهالمستوى، يعني من بين 24 واحد اختاروا 12-13 وأنا طلعت منهم الحمد لله. شو الصعوبات اللي أنتم مركتوا فيها بهاي المرحلة؟ تقوية الصوت، الإشي بكى كتير صعب إنه صوت تبكي عالي وأقوى، كتير بشجع. أول إشي كوت شخصية لا نهائية، يعني تخيل أنت توقف بين ملان جمهور تلقي، الإشي كتير صعب بس كتير حلو. شو القصيدة اللي أنت سمعتيها للجمهور؟ يا أيها الإنسان اسمع، أقول المقطع. يا أيها الإنسان اسمع، طبول الحرب ها هي تقرع، وحين الطبول تزمجر الحلم في ذواتنا يدمع. الإشي هاي الأمسي إنه فن اللقاء والخطابة، أنا حبيت أشارك برضه عشان أشجع الشباب اللي كده إنهم يشاركوا بهاي الأمسية وأمسيات بالشعر، واللي بيميز برضه يعني الشعر باللغة العربية عن بقية اللغات إنه بس باللغة العربية في موجود شعر، وبرضه إنها بتكوي الشخصية وبتعلم الواحد إنه يواجه ويقف قدام جمهور وقدام ناس، فهاي بكت من أحد الصفات يلي أنا خلتني أشارك بالأمسية. طبعا أهلي أبوي وأمي هم كانوا أول الداعمين إلي، ولا بد من المعلمين ومعلمي أسرة بالذات. شو المراحل الصعبة اللي أنتم مركتوا فيها؟ يعني هو ما فيش مراحل صعبة، بس يعني إنه الواحد بقى يكسر حاجز التوتر ويقف قدام عالم، يعني مثلا زي ما كان الدكتور اللي هو موجود بلجنة التحكيم إنه 99% من الناس بالعالم بيقدروش يوقفوا الوقفة اللي إحنا وقفناها، هذا بدل كداش هاي الوقفة يعني إلها قيمتها. طبعا أكيد يعني كثير بشجع لأنه هذا بيطور الشخصية، بيكسر حاجز التوتر والخوف، بيعمل شخصية قوية، واليوم أكيد بنحتاج الشخصية القوية، لابد من هذا الإشي. يعني أكريد صوت صفير البلبل الأسمعي، فتحتينا مقطع منها؟ طبعا. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنافي أسكى من القرنفلي، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطبل لي، والسقف قد سقسق لي، والرقص قد طبطب لي. العربية تجمعنا، لغة الأجداد والأمجاد، لغة الوجود والخلود، لغة العزة والكرامة، لغة الحضارة والتراث، لغة الهوية والثقافة، لغة نحيا معها وبها، هي مبتسمة دائما، فهي البيان وفصلها التبيان. فنحن أقمنا هذه الأمسية للرفعة من مكانة اللغة العربية، خاصة في ظل فوضى العولمة والتكنولوجيا. لقد كان تفاعل كبير من قبل الطلاب، لقد التحقوا بدورة داخل المدرسة مع المدربة إسراء محاميد، وكانوا يحضرون إلى جميع اللقاءات الدورة، وبعد ذلك كانوا أيضا كانت معلمات اللغة العربية تتابعهم وتقوم بتدريبهم على طول الدرب، فكان تفاعلهم جدا وفير وعظيم.